أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار عن تقديم 23,903,773 خدمة طبية، ذلك من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للنسخة الثانية في 31 من يوليو الماضي. وأوضحت وزارة الصحة أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة قدمت 645,778 خدمة، وذلك من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.